May Allah's peace, mercy, and blessings be upon you. طيب هنواصل في الجزية اللي هي في الجزية بتاعة pronunciation. الجزية اللي فاتت تكلمنا عن الـ A, هنا حنواصل طوال في الـ E. طيب E in both unsaid and made pronoun E and silent in the end. إذا في كل من البداية, يعني في البداية بقرأ E, في الوسط بتكون E عادي, لكن طبعا في الوسط بتعمل شنو؟ بتكسر. في الوسط بتكسير, بتكسير ليه الحرف القبلية, الكسر هنا بتكون خفيفة عن اي واحدة. طيب في البداية في النهاية silent and silent in the end, في النهاية بتبقري جنو silent وما بتبقري. طيب عندي evil stop, بحاول اظهره طبعا stop, stop اعاقة, وعندي stop برضو من غير الاي توقف, اذا stop stop بحاول اظهر الاي. escape, طيب دي بالنسبة لي البداية كنت بتبقري اي, في الوسط برضه بتقري اي لكن قلنا بشنو بتكسير كسر خفيفة. عندي سيمان سيمستر, سيمان وسيمستر. طيب في النهاية بتتقري عندي سام وستار, سام وستار. لو لاحظنا هنا ما قلنا سام قلنا سام لأنه شنو عندي اي كنسل ليتر اي. طيب نشوف الدبل اي in all three position pronoun e, in all three position pronoun e, هنا إذا هنا حتكون كسرة لكن كسرة تقيلة. إما عندي eerie eerily seem seek see و t, إذا كسرة لكن كسرة تكون قوية لأنه عندي دبل E. طيب نشوف ال EI pronoun A in the prime and E in the mid. ال EI في البداية تتقري A زي ما عندي eight اللي هو العيد الواحد ده, ما نقول eat نقول eight. تمام بدي eight eight eight. لو لاحظنا هنا لازم نوضح eight و eight eight ثمانية. عندي error idiotic idiotic, دي بالنسبة لي شنو ال prime, يعني في البداية قلنا قرينا A, في الوسط بنقرا E عادي, إذا حيكون عندي read وعندي rain, read و rain في الوسط. طيب نشوف ال EO pronoun EO مفصولة, بتتقري مفصولة in the onset في البداية زي ما عندي في ايون ايوسين, ايون ايوسين قلنا ايوسين ايوسين. طيب يو in the mid في المنتصف بتتقري يو زي ما عندي سيو, سوري يو ما يو, ثيو ثيولوجي و ثيولوجي, ثيولوجي و ثيولوجي. طيب عندي ال او اي pronoun او, ال او اي pronoun او زي ما عندي اور. طيب ليه ما قلنا ار وما قلنا اور, قلنا اور. ال اي بتكون سوري ال ار بتكون خفيفة, ال ار بتكون خفيفة لما تجي بعد الفاول ليتر, تمام جاءت بعد الفاول ليتر بتكون خفيفة, اذا ما حقول or بقول o o, بنحاول اخفيها شوية. os of offishness ox oasis. طيب في الجزئية دي ما قلنا oasis قلنا oasis, ليه؟ لانه عندي a cancel letter e. طيب الحالة بتاعت ال a cancel letter e الجملة سوري المفردة او الفوكاب بتاعي او الوردز بياخد الفول سبيلينج. الفول سبيلينج يعني شنو؟ اي حرف بيلقى الجزئية بتاعته او الصوت بتاعه. قلنا اويسيس ما قلنا او, مع انه شنو احنا قلنا الاو اي بتتقري او لكن ما قلنا او قلنا اويسيس. اذا الاي كنسل ليتر اي بيديني شنو؟ بيديني فول سبيلينج يعني المعنى بتلقى الصوت بتاعها الكامل, كل حرف بيلقى الجزئية بتاعته because of the e. طيب EU ال EU بتتقري شنو؟ بتتقري U, إذا ال E silent اللي هو حيكون عندي يونيس يوروب أوروبا, يونيكس يونيكس, ولاحظنا يونيكس ال E برضو ما قريناه هنا يونيكس وال U برضو ما قريناه. طيب في الحالة بتاعت الكنسل ليتر زائد U زائد كنسل ليتر silent the U, بعمل silent لشنو؟ لليو زي ما لاحظنا هنا قلنا ما قلنا
ما قرينا اليو قلنا يونكس، قلنا يونكس طوالي. طيب نشوف الحرف اي، pronoun i in the beginning، في البداية بتقري اي عادي زي ما عندي في icon، iPhone، iGas و ion. icon، iPhone، iGas و ion، تمام؟ دي في البداية، في البداية. لكن شنو ما بعد violet، يعني سوالي i زائد cancel letter، تمام؟ لو خشت علي violet بيتغير من المعنى بتاعي. طيب and a when cancel letter plus i، cancel letter plus i لو دخل عليه ال i، تمام؟ sorry، لو cancel letter وجا بعده i بتتقري شنو؟ بتتقري a، زي ما عندي في night، زي ما عندي في شنو؟ في night. طيب cancel letter plus i plus cancel letter plus e، ورد على قاعدة cancel letter i cancel letter e بتتقري شنو؟ برضو بتتقري a. إذن a في حالتين، cancel letter زائد i وبقية الحروف، cancel letter زائد i زائد cancel letter زائد e برضو بتتقري شنو؟ بتتقري a، اللي هو زي ما عندي في nice right، nice right لو تلاحظنا cancel letter i cancel letter e، cancel letter i cancel letter e. طيب right cancel letter، cancel letter i cancel letter e، إذن بتتقري a زي ما عندي قلنا في nice right with exception، عندي exception اللي هو exception بتاع هنا الاستثناء c، لو جاني c cancel letter و i و لو جاني مثلا c i cancel letter e ما بقرا، ما بقرا يعني ما بتاخد علي الغاية دي، لأنه c i بتديني c، c i بتديني c. إذن ال cancel letter زائد ال i بتقري شنو؟ ال i هنا بتتقري a، بتتقري a، تمام؟ cancel letter زائد i زائد cancel letter زائد e، ال i برضه هنا بتتقري a، ما عدا الحالة بتاعت شنو؟ ال c. طيب بتتقري e when when i plus cancel letter plus i، i cancel letter plus i بتتقري شنو؟ e، زي ما عندي في شنو؟ في نيكي، نيكي. and at the end وفي النهاية، سوري اللي هو القاعدة، القاعدة برجع القاعدة اللي هي القاعدة بتاعتي i زائد cancel letter زائد i بتتقري شنو؟ بتتقري e، زي ما قلنا نيكي. طيب امشي لي الجزئية اللي بعدها ال iu، pronoun pronunciation io in the beginning and u in the mid، زي ما io رجع عندي في البداية بقرأ مفصولة، زي ما عندي ion، الايون الواحد دي ايون، ايون ايو دارين، ايو دارين. طيب زي ما برضو لو لاحظنا هنا ما قلنا داتين دي، اذا برضو عندي a cancel letter i برضو بقرا شنو؟ a، a الا ما بقرا الحرف a، ما بقرا a بقرا a، ايو دارين ايوتا، دي كلها لو لاحظنا في البداية. في الوسط قلنا بتتقري يو، سينيور، سينيور وميوتيك، سينيور وميوتيك، سينيور وميوتيك. طيب عندي الاو اي، الاو اي برونان او اي مفصولة برضو بتتقري مفصولة، زي ما عندي اوينت، اوينت، اويل، كويل، كوين، كوينيج، فويستيد، فويستيد، loiter، loiter. إذن ال O I يتني في البداية في الوسط، هي أصلا بتجي في اللغة الوسط بس في النهاية ما بلقى، تمام؟ بتتقري شنو؟ بتتقري O I مفصولة، بتتقري O I مفصولة. في النهاية ممكن تجيني في شكل O Y، O Y اللي هو برضه بتتقري مفصولة، زي ما عندي في Roy، Roy. طيب عندي الاي يو، pronoun a يا and o when come after g، لما تجي بعد الجي بتتقري دبل او، تمام؟ اللي هي بتضم لي الجي، لكن اللي جات في البداية بتتقري ايا. طيب ايا كيف؟ انا بجي باخد اللي هو زي ما عندي في البي اي يو اس، بجي بشيل الاي
is pokud badala a i sorry a yeah pokud badala a walya بتبقى pious تبقى pious دي برضو diurnal diurnal diuretic diuretic هنا جات بعد الجي بتتقري دبل او اللي هو بتضم لي الجي هيكون دي gossip او جوسيب وعندي جوليانو جوليانو جوسيب وجوليانو اذا جات في البداية بتتقري شنو ايا زي ما عندي قلنا pious diurnal diuretic طيب عندي اللي هو الاي الاي بتتقري دبل اي الاي pronoun دبل اي اللي هو عندي ايري ريجو ريجو سينا مين دبل اي اللي هو كنا بتكون شنو تقيله شويه ايري ريجو سينا ومين طيب thanks guys this is for the second and third letters from the cancel letter in terms of pronunciation. See you in the next one.